ايوه خلاص، بعتولي فستان الفرح على الاوضه، هخلص حجر الشيشه اللي في ايدي واقوم اقيسه. سلام. في عروسه في الدنيا بتشيش ليله فرحها؟ قلتم ما انت دخل في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. في مقوله تانية بتقول ان رقبتك في ايدي، فنتكلم كويس. ايه ده؟ معلش فكرني بنفسك. انا مستر ادهم من الريسبشن، ونحط تحت مستر 3 خط عشان عايزك في موضوع مهم يخصك يا اسراء. ايه؟ تكونش مزنوق في جوازه انت كمان؟ انا فعلا مزنوق بس في جوازه تانيه. مش فاهمه، انجز وقول. هفهمك. سعيد بالما انكشفك يا اسراء، وعرف ان انت مخطوبه لامجد. امجد مين؟ امجد مين؟ فقدت الذاكره دلوقتي؟ امجد الدكتور اللي شغال في الاوتيل واتفق معاكي تيجي تشتغلي هنا بشرط ان انت ما تقوليش حد ان انت خطيبته. لا معلش فكرني بيه اكتر. افكرك بتاع لا 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 يا اوتيل. افتكرتي كده؟ اللي بيقول اي لاف يو. ايوه هو ده هو ده هو. لا مش فاكراه الصراحه. احنا هنستعبط. انا مش فاهمه انت عايز ايه. سعيد سجل لك صوت وصوره انت وهو وب 10 جنيه مش ياخدها، حد بس يعشمه هيفضحك في الاوتيل والغردقه ومش بعيد الموضوع يوصل الجونه. الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده. يا ستي ركزي معايا مفيش وقت، فريده زميلتي في الاوتيل معاها نسخه من الفيديو واكيد هتضربك اسمين عشان تبوظ الجواز عند مستر فارس. دوم دوم اس اس تاخد كام وتديني اصل الفيديو؟ حبيب قلب ماما انا مش عايز فلوس. امال عايز ايه؟ انا عايز فريده. نعم افهمك الموضوع، انت لو بلاها امجد وهتخلصي فارس يبقى توكلي على الله، الحقي مستر فارس عشان كمان انا الحق فريده واتجوزها، فابوس ايدك اتدقلجي اتشقلبي وسيبك من الشيشه دي عشان مضره بالصحه وروحي لمستر فارس خلصي معاه. ما انت شطوره اهو، ما تعمل انت الحاجات دي. ما انا لو متنيه كنت عارف اعمل حاجه، ما كنتش جاتلك قلت لك تعملي حاجه. طب خلاص ماشي هعمل كده عيني. ماما سيبي الشيشه. هخلص اخر بق واقوم. اخر بق؟ ايوه. ايه ده؟ انت بتضربي في شر مع الشيشه؟ قومي يا اسراء. حاضر يا اسراء. حاضر يا ستي، هجيب لك الحرنكش. ايه؟ انزل اجيبه لك من داون تاون، ممكن الاقي معاني الغداء ما فيش حاجه زي دي. حاضر حاضر. سلام يا شقيه. عايز اتسربك من الاوتيل عشان ما تلحقش الجوازه. جوازه ايه؟ جوازتها على فارس. نعم؟ فارس؟ فارس لازم يتجوز بسرعه، هو ما قدموش غير اسراء. سعيد انت اكيد فاهم غلط، الموضوع غلط تماما. انت اكيد تقصد اسراء تانيه خالص. اسراء انت اسراء اللي هي انا، اسراء الجرسونيره، قصدي اسراء الجرسونه. انت هتستعبط، ما انا عرفت ان اسراء خطيبتك. ايه؟ لا ده اكيد اشاعات، وبعدين انت عارف الاشاعات بتطلع كتير جدا على المشاهير والشخصيات العامه وكده. سعيد هو انت عرفت منين؟ معايا فيديو. ايه؟ مين الشخص الخسيس الجبان اللي ممكن يكون صور فيديو زي ده؟ انا هجيبه. انا اللي صورته. اسيبه. سعيد سعيد انت صورتنا ازاي؟ صورتنا من انهي زاويه بالظبط؟ صورتكوا وهي بتوشوشك في ودانك، وجيت لك ووضحت لك وقلت لك مش عايز توشوشني في ودني دي وتقول لي حاجه او تعرفتي حاجه في ودني دي، وانت ما شفتنيش. لا ازاي يا سعيد؟ بالعكس انا شايفك طول النهار رايح جاي في الفندق، رايح جاي. طب يعني من الاخر كده هتشوفني ولا اشوف غيرك؟ سعيد صدقني انا شايفك كويس، يمكن مثلا العدسات تعباني شويه. صحصح معايا يا دكتور. صحصح؟ اهو يا سيدي اهو. دكتور انا عايز فلوس يا دكتور. ها؟ ياه حاسس ان نظري رجع لي فجأة. قد ايه؟ قد ايه انا شايف ان السما صافية وجميلة يا ابن اللذينة. يا ترى صور ايه؟ من انهي زاوية؟ هتتجوزيه ازاي؟ الفيديو ده خطير جدا. اهو ادي كل ده. ايه رأيك بقى؟ برافو عليك يا سعيد. انت فاكرني ببيت دي عشان اسلم عليك؟ انا عايز عمولتي تمن الفيديو العالمي اللي انا صورته. قول لي في الاول يا سعيد، فارس شاف الفيديو ده؟ معنى كده ان مستر فارس ما يعرفش ان البنت دي مخطوبه للدكتور امجد؟ طبعا ما يعرفش. ولو عرف هيخلع من الجوازه ويصعب عليه امجد زي ما صعب عليه ادهم وساب له فريده وما رضيش يتجوزها. انت يا ابني شغال بيلمن ولا محلل نفسي؟ هتديني كام عشان ما بلغش مستر فارس وتبوظ الجوازه وتضيع عليك عمولتك؟ اوبا ابتزاز. انت عارف عقوبة ابتزاز محامي في اوقات العمل الرسمية ايه يا سعيد؟ طبعا عارف. ابتزاز. وعلى فكرة بقى انا ليا في الكاشات مش في الشيكات. هديك اللي انت عايزه يا سعيد، بس انسى الفيديو ده خالص، خلينا نلحق الجوازة اللي حلتنا. راح فين؟ الموبايل بتاعي. لا انسى الموبايل ده كمان يا سعيد، معلش عشان خاطر، معلش معلش. هو يعني لا فلوس ولا احترام؟ استاذ غلاب. ايه ده؟ انت كنت ماشية؟ افتكرتك مش جاي. لا خلاص اعتبر نفسك ما شفتنيش. ايه ده؟ انت فاكر نفسك هترجع في كلامك معايا ولا ايه؟ تصدقي حتى دي مش هقدر عليها.
أنا مش فاهمة أنت خايف قوي ليه كده؟ الله أنا بقيتش عارف أنا خايف من إيه ولا من إيه ولا من إيه؟ اتفضلي الشيكات بتاعتك هي اللي أنت طلبتيها. يا حبيبي الحقي اللي بتقول له يا حبيبي امسك نفسك لسه اللي جاي بلاس 18 يا روحي هقتلهم. خلاص رضيتي عني؟ اه طبعا. واوعى تحط في دماغك انك انت تربط موضوع الشيكات بجواز. لا 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 سمح الله. امال ربطتيه بايه بقى؟ بسعر اللحمه النهارده؟ ربطته بحبك ليا والشيكات دي اكبر دليل على حب. الحقي دي ناقص تبوسه. بص يا قلب امك انت تغمض عينك وانا اوصف لك. هقتلهم هقتلهم. بص يا اسراء احنا مش هنضحك على بعض. لا انت لحقتي تحبيني ولا انا لحقت احبك. اللي بينا مصلحه. اوعدك وعد بعد الجواز هتموت فيه. اه في السجن بقى ان شاء الله وانا محبوس بالشيكات دي. قول حبيبتي وحشتني وحشتني حبيبه قلبي حبيبه قلبي. فلوس تري 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 تعالي توطي تعالي توطي تجيبك تسيبك وتخلي كل الناس حواليك فلوس تري. يا نهار اسود هو فارس جاي ياخد الشيكات تاني ولا ايه؟ ايوه ايوه يا ربنا يا ربنا مش ممكن. ايه؟ اسراء نعم. ايه انت ايه امجد لحيتي حبيبي جيب بقى حب العزيز والحرنكش. يا سلام مش السيزون بتاعهم يا هانم. ايوه انا عرفت اللي فيها. انت كنت بتبعتيني عشان ما احضرش جوازتك على فارس بيه. تاني تاني يا امجد الكلام الهبل اللي انت بتقوله ده. ايوه واديني شفتك اهو وفستاني الزفاف. زفاف على فكره عشان تعرف ان انت ظالمني انا لابسه فستان الزفاف ده عشان بجربه عشان يوم زفافنا انا وانت. ابعدي عني كدابه كدابه كدابه. اسراء انا شفتك بنفسي وانت بتاخدي مني الشيكات. ايوه بتقولي له بتقولي له يا حبيبي انت هتاخد حقنه ولا ايه؟ في ايه يا امجد افهمني انت مش فاهم حاجه. تعالى بس اما اقول لك. لا ايه يا هانم عايزه تبعتيني ليه تاني؟ ها اجيب لك دقم؟ طب دم عليا بس وانا هقول لك الحكايه. لا تعالى بقى بضعف. شفت بقى انت عارف ايه كمان؟ بتغيري مودي. ايوه تعالى بحكي لك كمان. ياه مش كنت تقولي من الاول دايما ظلمني. اسراء I love you. يا رب بموت فيها. انت حته بدله نحس يمكن لما كنتش لبستك كانت الجوازه تمت. والله ما عارف مين فينا النحس انا ولا انت. حسيت تكون البنت المجنون رجعت وجابت الشيكات. يا رب تكون هي. عاوزك ضروري. خشي. الحمد لله ان انت لسه ما لبستهاش. هلبسها هلبسها. هو انا عندي بدله غيرها؟ انا ما بتكلمش على البدله انا بتكلم على العروسه نفسها. لا بقول لك ايه فريده احترمي نفسك. انت يا بنتي بقى مش هتبطلي النفسانه اللي انت فيها دي. انت عارف لولا النفسانه بتاعتي دي انت كان زمانك دلوقتي متسوح ورا الشمس. ما تتجوزي بقى وتخلصيني من ذنبك بقى كده. طب ما تخلينا في ذنبك انت احسن. تعالى بص على الفيديو الجميل ده قبل ما تتجوز العروسه الجميله بتاعتك اسراء. اظن بقى هتقولي لي انهم منعوا الجواز ولا هتقتل وانا بتجوز. انت بتتريق. انت فعلا هتموت لو اتجوزتها الليله دي. خطيبها هيقتلها. ايه خطيبها هي مخطوبه؟ ما تيجي نشوف. هتتجوزيه ازاي وانت خطيبتي إيه اسراء؟ ده امجد بالظبط خطيبها بقاله سنتين وجابها تشتغل هنا وقال لها ما تقولش لحد انها تبعه. من اللذينه اتاريه. اول ما قلت له ان انا هخطبها قعد يقول لي دي خطيره ورئيسه عصابه. ما هو انت قلت له؟ ما لازم اقول له بس هو ما قاليش انها خطيبته. فالح تاخد بالك بقى منهم هما الاثنين عشان شكلك كده ما شاء الله داخل لي على جنازه مش على جوازه. بص يا فريده انا عايز منك خدمه. انا عارف ان انت كاتمه اسرار جدا. انا عارف انا مش عايز حد يشوف الفيديو ده خالص. اه حد شافه قبلي؟ يا نهار اسود الاوتيل كله شافه. يعني مش بالظبط قوي كده انت اخر واحد اصلا في الاوتيل تشوفه. شكرا يا فريده اتفضلي اتفضلي. طب
رب، ايه المصايب دي؟ ايه المصايب دي؟ تسلم ايدك ست بجيزه، اللي اتحمر واللي اتقمر واللي اتدقق واللي اتقمر. مين؟ ايه ده؟ بنحاول تسلم يا رب. ايوه ايه ده؟ انت لبستي الفستان؟ اه على انا لبست الفستان، انت بقى ما لبستش البدله ليه؟ ويا ترى بقى الفستان ده لابسهولي ولا لابساه لحد تاني؟ هلبسه لامي يعني مثلا؟ لا لا سمح الله يعني. بصي انا عايز اوريك حاجه. ايه؟ هتوريني ايه؟ ايه رايك في الفيديو ده؟ لا اله الا الله، بص العربيتين خبطوا في بعض ازاي؟ ايه ده؟ لا لا مش ده. امال ايه؟ هتتجوزيه ازاي وانت خطيبتي يا اسراء؟ ايوه ادي كل ده وعد. امجد خطيبك؟ لا 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 مش عارفه. يعني ايه؟ ممكن افهم؟ لا ايه ده؟ تهم يا شيخه، صوتك عالي قوي، الاوتيل كله هيسمع. انت عارفني كمان؟ ايه ده بجد؟ ايوه تصدق اقتنعت؟ فارس اي لاف يو. اي لاف يو تومو. باي باي. باي. هقفل ام الباب ده. انا هقف وراه. اه طمني اسراء، قالت لك ايه؟ قالت لي انها فعلا كانت مخطوبه لامجد لغايه ما عرضت عليها انا الجواز. وانت قلت لها ايه؟ سالتها ايه اللي خلاها تغير رايها بالسرعه دي؟ وهي قالت لك ايه؟ قالت لي ان هي معايا حاسه بامان اكتر. وانت قلت لها ايه؟ يا عم ارحمني، قالت لك ايه؟ قالت لي ايه؟ في ايه؟ ايه يا عم بطمن عليك وبشوف نويت على ايه؟ لاول مره احس ان انا مش عارف اخد قرار. لا القرار ده سيبهولي انا بقى. فارس انت لازم تتجوزها حالا. بعد كل اللي عرفته؟ ايه يعني؟ هي اول واحده تسيب خطيبها وتتجوز حد غيره؟ دي ما اتجوزتنيش انا، دي اتجوزت الشيكات اللي انا مضيتها لها. مش مهم، ما انت كمان هتتجوزها وهتاخد مراس جدا. اه وبعد كده بقى تسيبني لما تلاقي واحد اغنى مني زي ما عملت مع امجد بالظبط. لا امجد ده تنساه خالص، امجد ده ان شاء الله هنحطه في كيس زباله كده ونسربه زي القطط ونخلص منه ونجيب دكتور بجد بقى يليق بالاوتيل بقى فارس. لا 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 انا حاسس ان الجوازه دي مش بجد. لا هتحس اول ما تمضي كده عقد الجواز باليمين وتستلم مراس جدك بالشمال واخد انا العموله بتاعتي بقى عشان اظبط حالي بقى. بقول لك يا غلوبه ما بلاها اسراء وشوف لي اي واحده ثانيه. واحده ثانيه ازاي؟ انت مش ماضي الاسراء شيكات؟ طب يعني ايه؟ يعني هتقول لها فاكست الجوازه، هتقول لك انست والسلام عليكم ورحمه الله. يا عم استنى بس. عايز ايه يا فارس؟ وال2 مليون ونص؟ اديك قلت بنفسك. يبقى لازم تتجوزها حالا وباي طريقه يا فارس. يا اخي انت مقنع قوي.